السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف حالكم يا شباب؟ أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظكم وأن يكتب لكم ولنا العافية أجمعين، اللهم أمين. خلصنا مع بعض المحاضرة اللي فاتت الشخصية المعنوية، بدايتها انتهائها حدودها والشركات التي تكتسب الشخصية المعنوية وتلك التي لا تكتسب الشخصية المعنوية والنتائج المترتبة على اكتساب الشركة للشخصية المعنوية. النهاردة مع بعض في أسباب انقضاء الشركة، مع أسباب انقضاء الشركة، ودي آخر محاضرة في المقرر الدراسي الخاص بالقانون التجاري، ودي آخر محاضرة في المقرر الدراسي الفصل الدراسي الثاني في المقرر الدراسي يكون التجارة. عناصر المحاضرة هو عنصر واحد، أسباب عامة لانقضاء الشركة وأسباب خاصة لانقضاء الشركة، دي قدام حضراتكم مكتوبة غير مقررة. يبقى المقرر فقط هو أسباب الانقضاء العامة للشركة. يبقى إذن الشركة قد تنقضي بسبب من أسباب الانقضاء العامة أو تنقضي بسبب من أسباب الانقضاء الخاصة. معنى كلمة العامة أن هذه الأسباب تسري في كل أشكال الشركات التجارية، سواء كانت شركة أشخاص أو شركة من الشركات الخاضعة للقانون رقم 159 لسنة 1981. أما أسباب الانقضاء الخاصة اللي هي غير مقررة فهي خاصة بشركات الأشخاص فقط، هذه الأسباب هي خاصة بشركات الأشخاص فقط، ديت غير مقررة. المقرر إلى فقط هو أسباب العامة لانقضاء الشركة. الأسباب العامة لانقضاء الشركة أو أسباب الانقضاء العامة للشركة زي ما واضح قدام حضراتكم أربعة. واحد، انتهاء مدة الشركة. اتنين، انتهاء غرض الشركة. تلاتة، هلاك رأس المال كله أو معظمه. أربعة، حل الشركة قضاء. أيضا هناك سبب آخر هو حل الشركة اتفاقا، لكن المقرر عندنا في الكتاب هم أربع أسباب. واحد، انتهاء مدة الشركة. اتنين، انتهاء غرض الشركة. تلاتة، هلاك رأس مال الشركة كله أو معظمه. أربعة، حل الشركة قضاء، يعني حل الشركة بحكم من أحكام القضاء أو بحكم من المحكمة المختصة. نيجي لأول سبب من هذه الأسباب العامة لانقضاء الشركة وهو انتهاء مدة الشركة. ده أنا مفصصه لحضراتكم زي ما هو باين قدام حضراتكم في الشاشة. أولا، من الذي يتفق على انتهاء الشركة بمدتها؟ الشركاء، وبالتالي بتنتهي الشركة بانتهاء مدتها المتفق عليها في العقد. خلاص كده يا شباب. طيب، ويجوز الاتفاق على حل الشركة او على انقضاء الشركة قبل انقضاء هذه المدة، يعني مش ليس لزاما على الشركاء الاستمرار حتى نهاية هذه المدة. كده كده احنا اللي محددين المدة، واحنا برضو اللي هنحل هذه الشركة قبل هذه المدة. عشان كده بقول ان في سبب خامس من اسباب الانقضاء العامة وهو حل الشركة اتفاقا. حل الشركة ايه؟ اتفاقا. فيجوز الاتفاق على حل الشركة قبل انقضاء هذه المدة. اذا تنتهي الشركة بانتهاء مدتها المتفق عليها في العقد، ومع ذلك ليس لزاما على الشركاء الاستمرار حتى نهاية هذه المدة، فيجوز لهؤلاء الشركاء الاتفاق على حل الشركة قبل انقضاء هذه المدة. ايضا، وفي حالة عدم الاتفاق بقى على مدة للشركة، في حالة عدم الاتفاق على مدة للشركة، احنا ما حددناش مدة في عقد الشركة، ما قلناش 5 سنين او 10 سنين. في هذه الحالة يكون لأي من الشركاء أن يطلب انقضاء أو حل هذه الشركة، أو أن يطلب من المحكمة الخروج من هذه الشركة
حتى لا يظل هذا الشريك حبيسا في هذه الشركة إلى ما لا نهاية، حيث أنه لا توجد قانونا عقود مؤبدة مدى الحياة، لا يوجد عقد مؤبد مدى الحياة. وبالتالي في حالة عدم الاتفاق على مدة الشركة، كان لأي من الشركاء أن يطلب من المحكمة المختصة إما حل هذه الشركة، أو أن يطلب من المحكمة أن يخرج هو من هذه الشركة وتظل مستمرة مع باقي الشركاء، وذلك حتى لا يظل هذا الشريك حبيسا في هذه الشركة إلى ما لا نهاية. فقانونا لا وجود للعقود المؤبدة مدى الحياة. طيب، النقطة الثالثة اللي عايزكم تعرفوها وفي غاية الأهمية، حالة ما إذا كان للشركة مدة، يعني إحنا كشركاء حددنا مدة للشركة، ومع ذلك ومع انتهاء مدة الشركة ظل الشركاء مستمرين في أعمال الشركة، يبقى إذن بالرغم من حلول مدة الشركة أو انتهاء المدة المتفق عليها في عقد الشركة بين الشركاء، ظل الشركاء مستمرين في أعمال هذه الشركة. هذا الاستمرار، هذا التجديد له صورتان، هذا الاستمرار له صورتان، تجديد صريح وتجديد ضمني، أو استمرار صريح واستمرار ضمني. الاستمرار الصريح أو التجديد الصريح هو الاتفاق صراحة، هو الاتفاق صراحة في العقد على استمرار الشركة، يبقى في بند في قلب العقد بيقول وتستمر الشركة بنفس المدة إلى مدة أخرى، خلاص كده. ده تجديد صريح موجود فين؟ في قلب العقد. بس علشان يكون تجديد للعقد اللي موجود قبل كده، لابد أن يكون هذا الاتفاق قبل انتهاء العقد وأثناء حياة الشركة، يبقى لابد أن يكون هذا البند موجود في العقد قبل انتهاء عقد الشركة الأولاني وأثناء حياة الشركة. لكن إذا تم هذا الاتفاق بعد انتهاء المدة الأولانية، في هذه الحال هذا التجديد لا يعد تجديد لعقد قائم، هذا الأمر لا يعد تجديد لعقد قائم، وإنما يعد عقد الشركة جديد، وإنما يعد عقد شركة جديد، لأن هذا الاتفاق جاء بعد أن انتهت عقد الشركة الأول، وبالتالي هذا الاستمرار هذا التجديد يعد بمثابة عقد شركة جديد. لكن إذا تم الاتفاق الصريح على استمرار الشركة قبل الانتهاء وأثناء الحياة، في هذه الحالة بتستمر الشركة بنفس مدتها الأولى، 5 سنين 10 سنين، زي ما احنا متفقين مع بعض في العقد الشركة الأولاني. ده بالنسبة لمين؟ للتجديد الصريح بتستمر الشركة بنفس مدتها، نركز جدا. طيب، في حالة التجديد الضمني، صورته هو الاستمرار في مباشرة أعمال الشركة بالرغم من انتهاء مدتها. التجديد الضمني هو الاستمرار في مباشرة أعمال الشركة بالرغم من انتهاء مدتها، وعدم الاتفاق صراحة على هذا الاستمرار. هنا بقى الاستمرار بتستمر الشركة سنة فسنة، هناك بتستمر بنفس المدة الأولى، لكن عندنا هنا في حالة التجديد الضمني الشركة بتستمر سنة فسنة. طيب، دائن الشركاء هم على علم بأن الشركة المفروض تنتهي بعد 5 سنين، بالرغم من انتهاء ال5 سنين إلا أن الدائن بتاعهم هو الشريك، يعني ظل مستمر في هذه الشركة، وبالتالي يجوز لهذا الدائن أن يعترض على هذا الاستمرار، ويترتب على هذا الاعتراض وقف أثر الاستمرار في حقه، مش وقف أثر الاعتراض زي ما نقول، لا، وقف أثر الاستمرار في حقه، ويتم تحديد حصة هذا الشريك وإعطائها له نقدا مع استمرار الشركة مع باقي الشركاء ما لم يتفقوا على حل الشركة. يبقى إذن في حالة التجديد الضمني الاستمرار أو الشركة بتستمر سنة فسنة، وفي هذه الحال يجوز لدائن الشركاء الاعتراض على هذا الاستمرار، ويترتب على هذا الاعتراض وقف أثر الاستمرار في حق هذا الشريك، ويتم إخراجه من الشركة وتقدر حصته وإعطائها له نقدا مع استمرار الشركة مع باقي الشركاء ما لم يتفقوا على حل الشركة. ده بالنسبة لي
أول سبب من أسباب الانقضاء العامة للشركة، ألا وهو انتهاء مدة الشركة. السبب الثاني من أسباب انتهاء أو من أسباب انقضاء عقد الشركة هو انتهاء غرض الشركة، وهذا شرط مش محتاج شرح. انتهاء غرض الشركة، احنا أسسنا عقد شركة لاستخراج غاز من تحت الأرض، طيب نفذنا او قمنا بهذا الغرض، بتنحل الشركه خلاص كده الكلام. يبقى اذا قد احنا نتفق كشركاء على ان الشركه بتنتهي بتحقيق الغرض الذي قامت الشركه من اجله، فتنتهي الشركه بتحقيق هذا الغرض سواء كانت محدده المده او غير، برافو عليك، او غير محدده المده. يبقى اذا اتفق الشركاء على ان الشركه بتنتهي بتحقيق الغرض الذي قامت الشركه من اجله، في هذه الحال سواء كانت الشركة محددة المدة أو غير محددة المدة تنتهي بتحقيق هذا الغرض. طيب إذا كانت الشركة محددة المدة وانتهت هذه المدة دون تحقيق غرضها، يعني عندي عقد شركة محدد المدة ولسه ما حددناش أو لسه ما حققناش الغرض الذي قامت الشركة من أجله، في هذه الحال وفقا للرأي الراجح من الفقه أن الشركة لا تنقضي برغم انتهاء مدتها. في هذه الحالة بتظل الشركة مستمرة مع الشركاء، بتستمر سنة فسنة لحين تحقيق الغرض منها، وفي هذه الحالة يجوز لدائن الشركاء الاعتراض على هذا الاستمرار زي ما قلنا في المسألة اللي فاتت، وهو أن وقف أصل هذا الاعتراض يتوقف هذا الاستمرار في حق هذا الشريك، ويتم تصفية حصته وإعطائها له نقدا، وتستمر الشركة فيما بين الباقين ما لم يتفقوا على حل هذه الشركة. إذن الاتفاق على أن الشركة تنتهي بغرضها بتنتهي فعلا سواء كانت محددة المدة أو غير محددة المدة، لكن إذا كانت محددة المدة وانتهت هذه المدة دون تحقيق غرضها فالراجح فقها هو أن الشركة لا تنقضي برغم انتهاء المدة، وهنا يجوز لدائن الشركاء الاعتراض على هذا الاستمرار، نفس الحكم اللي احنا قلناه في المسألة اللي فاتت. نيجي للسبب الثالث من أسباب الانقضاء العامة، وهو هلاك رأس المال. القانون فرق بين شركات الأشخاص وما بين الشركات الخاضعة للقانون رقم 159 لسنة 1981. يبقى بالنسبة لهلاك رأس المال، القانون فرق ما بين شركات الأشخاص وما بين الشركات الخاضعة للقانون رقم 159 لسنة 1981. بالنسبة لشركات الأشخاص مكتوب قدام حضراتكم أن القانون تبنى بشأنها معيار موضوعي، قال إيه؟ أن هذه الشركات بتنقضي إذا هلك رأس المال كله أو معظمه، إذا هلك رأس المال كله أو معظمه، طالما أن القدر المتبقي من رأس المال لا يمكن معه تحقيق الغرض الذي قامت الشركة من أجله. يبقى إذن هلك رأس المال كله أو معظمه فيما يتعلق بشركات الأشخاص، القانون تبنى معيار موضوع إيه هو بقى؟ ألا يكون بمقدور رأس المال المتبقي بعد الهلاك قادر على تحقيق الغرض الذي قامت الشركة من أجله. وبالتالي إذا كان رغم هلاك معظم رأس المال لأن القدر المتبقي من رأس المال بعد الهلاك، هذا القدر المتبقي يكفي لتحقيق الغرض الذي قامت الشركة من أجله، في هذه الحالة لا تنحل هذه الشركة، والأمر متروك للمحكمة، هي التي تقرر إذا كان القدر المتبقي يكفي أم لا يكفي. طبعا مع ملاحظة أن معظم الشركات بتؤمن على رأس المال، وبالتالي في حالة الهلاك الكلي بيستمر الشركاء أيضا، لأن احنا كشركاء أو كشركة بنحصل على تأمين من شركة التأمين إذا ما تحقق سبب الهلاك الذي تم التأمين بسببه. يبقى إذن فيما يتعلق بشركات الأشخاص القانون تبنى معيار موضوعي في حالة هلاك معظم رأس المال، وقال إذا كان الجزء المتبقي من رأس المال لا يستطيع أو لا يقدر بموجبه أن يحقق الغرض الذي قامت الشركة من أجله، في هذه الحالة تنحل هذه الشركة، أما إذا كان يكفي فإنها لا تنحل. فإذا كان الجزء المتبقي
فإذا كان الجزء المتبقي لا يسمح للشركة بالاستمرار في عملها في هذه الحالة، تنقضي هذه الشركة. لكن إذا كان هذا الهلاك جزئي فلا تنتهي الشركة إلا إذا كان الجزء المتبقي لا يسمح للشركة بالاستمرار في عملها. لكن إذا كان الجزء المتبقي يسمح للشركة بالاستمرار في عملها فإن هذا الهلاك لا يترتب عليه إيه؟ حل الشركة. وقلت لحضراتكم فيما يتعلق بتقدير ما إذا كان الجزء المتبقي يكفي لاستمرار الشركة أم غير يكفي، ده مطروق لقاضي الموضوع دون رقابة عليه من محكمة النقض. أما بالنسبة للشركات الخاضعة للقانون رقم 159 سنة 1981 فالقانون تبنى بشأنه معيار رقمي، رقمي يعني إيه؟ قال إيه؟ فيما يتعلق بشركات المساهمة وشركات توصيف الأسهم، القانون رقم 159 سنة 81 تبنى بشأن هلاك رأس المال أو معظمه معيار رقمي. قال إيه بالنسبة لشركات المساهمة وتوصيف الأسهم؟ قال إذا بلغت خسارة الشركة نصف رأس المال المصدر، إذا بلغت خسارة الشركة نصف رأس المال المصدر وجب على مجلس الإدارة أن يبادر إلى دعوة الجمعية العامة في دعوة انعقاد غير عادي للنظر في حل الشركة أو استمرارها. إذن هلاك نصف رأس المال المصدر لشركة المساهمة أو شركة التوصية بالأسهم لا يترتب عليه حتما وبقوة القانون حل الشركة، لا. إيه الأصل يترتب عليه؟ يجب على مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة في دعوة انعقاد غير عادي للنظر في إما حل الشركة أو استمرارها رغم هلاك نصف رأس المال المصدر. ده بالنسبة للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم. أما بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة، القانون قال إيه بشأنها؟ قال إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس مالها، قال إذا أو ذق قرر أنه إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة نصف رأس مالها في هذه الحالة وجب على المديرين، من اللي هيعرض أمر الحل؟ المديرين. وجب على المديرين عرض أمر حل الشركة على الجمعية العمومية. يبقى إذن أيضا في حالة هلاك نصف رأس المال الشركة ذات المسؤولية المحدود لا يترتب عليه حتما وقوع قانون حل الشركة. كل ما هنالك أنه يتعين على مديرين عرض أمر حل الشركة على الجمعية العمومية. فالقرار النهائي بيد مين؟ برافو عليك يا ولد، القرار النهائي في يد الجمعية العمومية، إما أن تقرر حل الشركة وإما أن تقرر استمرار الشركة بالرغم من هلاك نصف رأس المال. أيضا هناك حكم آخر بالنسبة لهلاك ثلاث أرباع رأس المال للشركات ذات المسؤولية المحدود، قال إيه؟ إذا بلغت الخسائر ثلاثة أرباع رأس المال، مين بقى اللي هيطلب هنا؟ هناك المديرين في حالة نصف رأس المال، لكن بالنسبة في حالة الخسارة اللي هو لثلاثة أرباع رأس المال للشركاء الحائزين لربع رأس المال طلب حل الشركة. في هذه الحالة للشركاء الحائزين لربع رأس المال طلب حل الشركة. أما إذا بلغت الخسارة إلى نقص رأس المال عن الحد الذي تعينه اللائحة التنفيذية فإن طلب الحل مقرر لكل ذي مصلحة، لكل ذي شأن. الكلام ده ساري على شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدود. أما فيما يتعلق بشركة الشخص الواحد، الكلام ده مش موجود في كتاب، القانون بيقول بالنسبة لشركة الشخص الواحد، بيقول تحل شركة الشخص الواحد وتنقضي شخصياتها الاعتبارية، تحل شركة الشخص الواحد وتنقضي شخصيتها الاعتبارية في حالة خسارة نصف رأس مال الشركة. في حالة ايه؟ خسارة نصف رأس مال الشركة ما لم يقرر مالك هذه الشركة الاستمرار في مزاولة نشاطها. يبقى اذن هلاك نصف رأس مال شركة الشخص الواحد لا يترتب عليه حتما بوقود القانون حل هذه الشركة، لان بامكان مالك هذه الشركة ان يقرر الاستمرار في مزاولة نشاطه، له أن يقرر الاستمرار في مزاولة نشاطه. نيجي
آخر عنصر من عناصر المحاضرة، وهو الصورة الرابعة أو السبب الرابع من أسباب انقضاء العامة للشركة، وهو حل الشركة قضاء. حل الشركة قضاء، هذا سبب له شروط، هذا سبب له شروط وله بديل. هذا السبب من أسباب انقضاء العامة له شروط وله بديل. أما عن شروط حل الشركة قضاء فله شرطان. يبقى إذن يجوز للمحكمة أن تقضي بحل الشركة متى توافر شرطان. الشرط الأول متعلق بمن له الحق في طلب الحل، هذا مقرر لمين؟ لأحد الشركاء. يبقى إذن لا يجوز لغير الشركاء أن يطلب حل الشركة قضاء، لا يجوز لغير الشركاء أن يطلب حل الشركة قضاء. وبطبيعة الحال هذا الحل أو هذا الطلب لا يثبت للشريك المخطئ، هذا الحل أو هذا الطلب لا يثبت للشريك المخطئ، ولكن يثبت لغيره من الشركاء، ولكن يثبت لغيره من الشركاء. الشرط الثاني أن يتوافر المسوق القانوني للحل. الشرط الثاني أن يتوافر المسوق أو السبب القانوني للحل. هذا السبب ذكر القانون بكذا سبب. واحد، إما لعدم وفاء شريك بما تعهد به، ده المسوق قانون الحل. يعني أحد الشركاء كان متعهد بتقديم حصة معينة، خالف هذا التعهد وما قدمش الحصة، في هذه الحالة يجوز لأحد الشركاء التانيين أن يطلب من القاضي حل هذه الشركة، أو لأي سبب آخر لا يرجع إلى الشركاء، أو لأي سبب آخر لا يرجع إلى الشركاء. والحقيقة أن الأسباب التي لا ترجع إلى الشركاء فهي كتير جدا ولا يمكن حصرها. منها ظهور أزمة خطيرة بالأسواق يستحيل معها على الشركة الاستمرار في ممارسة نشاطها. 2، ظهور سلعة منافسة يستحيل معها الاستمرار، أو استحجام الخلاف بين الشركاء، أو استحكام الخلاف بين الشركاء بشكل يعوق الشركة بشكل كامل. إذن لابد أن يتوافر هذين الشرطين. أول حاجة طلب أحد الشركاء من المحكمة طبعا غير الشريك المخطئ. 2، أن يتوافر المسوق القانون الحل، وهو أن ألا يقوم أحد الشركاء بما تعهد به، أو أن يتوفر أي سبب آخر لا يرجع إلى الشركاء. طبعا البديل لهذا الحل، البديل لهذا الحل إيه بقى؟ هو فصل الشريك الذي كان وجوده سببا للاعتراض. هذا البديل هو فصل الشريك. يعني بدل ما اطلب الحل، اطلب من المحكمة فصل الشريك الذي خلف وعده ولم يقدم الشيء الذي تعهد به، دي واحدة. او لو احنا فاكرين ان لدائن الشركاء لهم الاعتراض في حالة مد الشركة مد ضمني في هذه الشركة، اذا اعترض دائن احد الشركاء بدل وجوده اصر اعتراضه في هذه الحالة، بدل مدائن الشركة بيطلب، بدل ما نصفي هذه الشركة ونطلع هذا الشريك من هذه الشركة، ما أنا أطلب أروح مطلع أطلب أنا بقى كأحد الشركاء أطلب من المحكمة فصل هذا الشريك. طبعا مش الشريك المخطئ هو اللي يطلب فصله، لا، ده أحد الشركاء الباقين هم الذين يطلبون هذا الفصل. يبقى إذن الحكمة الظاهرة من هذا أن المشرع يريد الإبقاء على الشركة قدر الإمكان، خلاص كده. وبالتالي أجاز المشرع لكل شريك أن يطلب من القضاء الحكم بفصل أي شريك يكون وجوده في الشركة قد أثار اعتراضا على مد أجلها. وبالتالي في هذه الحالة القانون استعاض عن حل الشركة قضاء بفصل الشريك بدلا من طلب حل الشركة قضاء. يبقى إذا عرفنا شروط حل الشركة قضاء وعرفنا الطريق البديل لهذا الحل وهو فصل الشريك الذي أصار اعتراضا على مد أجل الشركة، أو الذي لم يقدم ما تعهد به للشركة. بكده يا شباب نكون خلصنا محاضرتنا وخلصنا مقرر القانون التجاري. شكرا لكم يا شباب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.